سنة 1818 في ترير بروسيا واللي بقت دلوقتي تابعة لألمانيا، اتولد كارل ماركس، واللي كان فيلسوف ألماني ومفكر اقتصادي واجتماعي، بيعتبر من الشخصيات اللي أكتر تأثير في تاريخ الفلسفة والسياسة. اتوفى سنة 1883 في لندن. اشتهر ماركس يا صديقي بمشاركته مع فريدريك إنجلس في تأليف البيان الشيوعي وكتابه الكبير رأس المال. كانت الأفكار الرئيسية لماركس يا صديقي بتعتمد على المادية التاريخية، واللي كانت بتنادي بتطوير النظرية المادية التاريخية اللي بتفترض ان التاريخ بيتطور من خلال صراع الطبقات الاجتماعية، والصراعات دي طبعا بتحفز التغيرات في البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع. بيشوف ماركس ان التاريخ بيمكن تقسيمه لمراحل، بتبدأ بالمشاعية البدائية، بعد كده بتمر بالعبودية، ثم الإقطاعية، ثم الرأسمالية، وأخيرا بنصل للشيوعية المتقدمة. والمشاعية البدائية دي بتعتبر نظام بيدمج الملكية المجتمعية والاتحادات المجتمعية المستقلة المحلية في كيان واحد. وكمان الفكر الماركسي يا صديقي كان بيعتمد على صراع الطبقات، فكان بيعتقد ماركس ان المجتمعات الرأسمالية بتنقسم لطبقتين رئيسيتين، وهم البرجوازية اللي هي الطبقة اللي بتملك وسائل الانتاج، والبروتاليا اللي هي الطبقة العاملة اللي بتبيع شغلها اللي بيشتغلوه عشان يقدروا ان هم يعيشوا. وبيشوف ماركس ان الصراع ده هيؤدي في النهاية لثورة البروتاليا واستبداد الرأسمالية بنظام شيوعي مفهوش اي طبقية. ففي كتابه رأس المال حلل ماركس النظام الرأسمالي وازاي انه بيعتبر نموذج للاستغلال، وده لان الطبقية البرجوازية بتسرق قيمة العمل الفائض من العمال، واللي بيؤدي في النهاية لزيادة الفقر ما بينهم، وده بيؤدي في النهاية لأزمات اقتصادية كبيرة وبصفة مستمرة بتعبر عن تناقضات الرأسمالية الداخلية. طور كمان يا صديقي ماركس مفهوم الاغتراب عشان يشير لحالة العمال في النظام الرأسمالي اللي كانوا بيشعروا بانعدام القوة والتحكم والتحقيق الذاتي بسبب طبعا استغلالهم وفصلهم عن ناتج عملهم. فماركس كان بيشوف ان العمال متغربين عن منتج عملهم، متغربين عن العملية الانتاجية، عن زملائهم وعن طبيعتهم الإنسانية. أثرت أفكار كارل ماركس بشكل كبير على مختلف المجالات بما فيها الهندسة المعمارية، لكن ماركس نفسه ما كتبش على نطاق واسع عن الهندسة المعمارية، لكن طبعا نظرياته حوالين الرأسمالية والصراع الطبقي والتغيير المجتمعي كان لها تأثير كبير جدا، ويمكن كان غير مباشر كمان على النظرية والممارسة المعمارية. فيا ترى إزاي الفكر الماركسي أثر على الهندسة المعمارية؟ ده اللي هنعرفه في حلقة جديدة من ذاكرة العمارة. أنا محمد دياب، ويلا ندخل جوه ذاكرة كارل ماركس. كان نقد ماركس للرأسمالية مصدر إلهام لكتير من المعماريين والمخططين الحضاريين عشان يدرسوا الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتنمية الحضرية، فكانوا بيحللوا إزاي أثرت أنماط الإنتاج الرأسمالية على تصميم المدن وهيكلها، واللي أدت في كتير من الأوقات لعدم المساواة الاجتماعية والفصل المكاني. وكمان بتأكد النظرية الماركسية على الوظيفية الاجتماعية للهندسة المعمارية، وبتشجع التصميمات اللي بتخدم احتياجات الطبقة العاملة الفقيرة أو متوسطة الدخل بدل من الطبقة الغنية بس. وبيظهر المفهوم ده طبعا في تطوير الإسكان العام والمشاريع اللي بتركز على المجتمع المحلي. وكمان يا صديقي بتدافع المبادئ الماركسية عن الاحتياجات الجماعية على الرغبات الفردية. في الهندسة المعمارية بقى ترجمة الحاجات دي بتصميمات بتدي الأولوية للمساحات المشتركة وترتيبات المعيشة الجماعية والمرافق العامة على الرفاهية الخاصة والمجتمعات المغلقة اللي نحن دلوقتي بنسميها الكومباوندز. أثرت الماركسية على مختلف الحركات المعمارية الحديثة بما فيها طبعا كانت باوهاوس والبنائية. اتبنت الحركات دي الوظيفية والبساطة والمسؤولية الاجتماعية عشان يكون متماشى مع الأفكار الماركسية عشان يخلقوا بيئة كلها مساواة بين الناس. ففي أواخر القرن العشرين أثرت النظرية الماركسية على عمارة ما بعد الحداثة والنظرية النقدية. استخدم بقى مفكرين زي هنري لوفيفور وديفيد هارفي التحليل الماركسي. ليه؟ عشان يقدروا ان هم ينقدوا التحضر واقتراح بيئات حضارية أكتر عدل وإنصاف. من الشخصيات الرئيسية اللي اتأثرت بالماركسية في العمارة كان والتر جروبيوس، واللي دعا لأن التصميم لازم يدمج الفن والتكنولوجيا مع المجتمع. اتأثر والتر جروبيوس في مشروع مدرسة الباوهاوس بالمناخ الاجتماعي والسياسي اللي كان موجود في الوقت ده، واللي كان بيتضمن أفكار صعود الماركسية، لأن جروبيوس نفسه ما كانش ماركسي، لكن مبادئ الباوهاوس بتعكس الاهتمامات الماركسية بالوظيفة، مع طبعا وجود الطابع الديمقراطي على التصميم
وتكامل الفن والتكنولوجيا مع المجتمع. زي ما قلنا يا صديقي ان النظرية الماركسية بتأكد على الوظيفة الاجتماعية للهندسة المعمارية، وبتدعو للتصاميم اللي بتخدم احتياجات المجتمع والطبقات الفقيرة بالذات بدل من الاغنياء وبس. فتبنت حركة الباوهاوس المفهوم ده من خلال التركيز على الوظيفية وخلق تصميمات عملية، وكان الغرض من الاسلوب ده ان هي تلبي الاحتياجات السكنية للطبقة العاملة وتعزز مبادئ المساواة. فساعد مدرسة الباوهاوس لسد الفجوة بين الفن والصناعة، واللي كانت بتعكس الافكار الماركسية حوالين تكامل اشكال العمل المختلفة، واللي بيهدف بدوره للاسلوب الشامل ان هو يقضي على الانقسام بين الفنان والحرفي وتعزز الجهد التعاوني في انشاء مباني مفيده وجميله في نفس الوقت. بتدي بقى الافكار الماركسيه الاولويه للاحتياجات الجماعيه على الرغبات الفرديه. فهنلاقي ان في الباوهاوس جسدت المبدا ده من خلال تركيزها على المجتمع والتعاون كمان، وشجعت طرق التدريس في المدرسه للطلاب على ان هم يكونوا في ورش مع بعض، يشتغلوا مع بعض، وده طبعا عزز الشعور بالهدف المشترك والإبداع الجماعي. كانت الأهداف الرئيسية للباوهاوس هو إضافة الطابع الديمقراطي على التصميم، وإن كل حاجة لازم تكون بجودة عالية وممتعة من ناحية الجمالية وتكون في متناول الجميع، وده طبعا بيتماشى مع الأهداف الماركسية عشان يحدوا من الفوارق الطبقية، وإن كل مميزات التصميم والهندسة المعمارية لازم تكون متاحة للجماهير كلها مش لناس معينة اللي هم الأغنياء وبس. والتر جروبيس في صديقي زي ما قلنا ما كانش ماركسي بشكل صريح، لكن اتأثر بشكل كبير بالانتقادات الاجتماعية والاقتصادية ومبادئ المساواة المرتبطة بالماركسية، بجانب طبعا إضافة الطابع الديمقراطي على التصميم، وقدر ان هو يدمج الفن والصناعة مع المجتمع، واللي بيعكس التزامه بتلبية احتياجات وتحسين حياة المجتمع وبالذات الطبقة العاملة. ومن المعماريين كمان اللي اتأثروا بالفكر الماركسي كان فلاديمير تاتلين، واللي ركز على التصاميم النفعية اللي بتخدم البروتاريا. فكان فلاديمير تاتلين فنان ومهندس معماري روسي اشتهر بالحركة البنائية واللي ظهرت في روسيا في الفترة ما بعد الثورة خلال أوائل القرن العشرين. اتأثرت البنائية يا صديقي بشكل كبير بالأيديولوجية الماركسية، مع التركيز طبعا على التطبيق العملي ودمج الفن في الحياة اليومية. فأكدت البنائية على الاستخدام الوظيفي والعملي للفن والهندسة المعمارية، وكمان رفضت البنائية فكرة ان الفن لازم يكون من اجل الفن وبس، لا كمان دي ركزت على ان التصميمات والمشاريع لازم تخدم الغرض الاجتماعي. بيهدف الفنانين والمهندسين المعماريين البنائيون لانشاء اعمال لازم تساهم في تطوير مجتمع اشتراكي. فضلت الحركة البنائية بقى استخدام المواد الصناعية الحديثة زي الصلب والازاز والخرسانة، ومش كده وبس، ده تبنت تقنيات البناء الجديدة، وغالبا ما ركزت التصميمات البنائية على الأماكن العامة وترتيبات المعيشة المجتمعية، وده طبعا بيعكس المبادئ الماركسية للملكية الجماعية والعدالة الاجتماعية. واحد بقى من المشاريع اللي بتعبر عن كده كان هو مشروع بورج تاتلين، واللي كان عبارة عن مشروع طموح لهيكل كبير الغرض منه ان هو يكون مقر الكومنترن اللي هي الأمومية الشيوعية في بوترغارد اللي هي دلوقتي سان بطرسبرغ. بيتميز التصميم بإطار فولاذي هيكلي مع هيكل ديناميكي حلزوني بيرمز للحداثة والثورة. كان طبعا المقصود من البرج ان هو يكون رمز للمجتمع الاشتراكي الجديد، بيجسد تصميمه المنفعة العامة واستخدام المواد الصناعية والتقنيات الهندسية المبتكرة، واللي كانت كلها بترمز للتقدم واندماج الفن مع الحياة اليومية. كانت التأثيرات الماركسية على البنائية بتعتمد على التركيز على المنفعة الاجتماعية، وده طبعا أدى لوجود مشاريع بتخدم احتياجات الطبقة العاملة وبتساهم في المشروع الاشتراكي وكمان تكامل الفن والصناعة. فهنلاقي ان الحركة البنائية ساعدت ان هي تسد الفجوة بين الابداع الفني والانتاج الصناعي، وده طبعا عكس الافكار الماركسية حوالين ايه؟ حوالين دور العمل الجماعي مع الفن في المجتمع. باختصار يا صديقي اتأثر فلاديمير تاتلين بالحركة البنائية بشكل كبير، واللي انعكس على المبادئ الماركسية، مع طبعا التركيز على انشاء تصميمات ومشاريع وظيفية اجتماعية تهدف لخدمة احتياجات البروتاريا وتعزيز اهداف الدولة الاشتراكية، واللي كان بيمثل مزيج من الفن والتكنولوجيا بشرط انه يلبي احتياجات المجتمع السوفيتي الجديد. اما بقى عن تأثر لكوربوزيه بكارل ماركس، على الرغم ان هو برضو ما كانش ماركسي بشكل كبير، الا ان افكاره حوالين التخطيط الحضري والاسكان اتأثرت بمبادئ الاشتراكية. فلوكوربوزيه يا صديقي بيعتبر واحد من المهندسين المعماريين يمكن نقدر نقول الاكثر شهره في القرن العشرين، لكن اعماله وافكاره اتاثرت بشكل كبير بالانتقادات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كانت موجوده في عصره واللي اتضمنت الفكر الماركسي. كان لوكوربوزيه قلقان جدا من ازمه الاسكان والفوضى الحضاريه اللي ظهرت نتيجه التصنيع السريع والثوره الصناعيه والتحضر، فكانت اعماله بتهدف لتلبيه احتياجات الطبقه العامله
وتحسين ظروفهم المعيشية، وده طبعا بيعكس الاهتمامات الماركسية بالعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الموارد. فكان واحد من مشاريع اسمه هاوسينج يونيت، واللي اتصمم سنة 1952، فهنلاقي ان المبنى ده متصنع عشان يكون زي مدينة حدائق عمودية، يكون الغرض منها توفير مساحات معيشية بجودة عالية لكل الناس. بيجسد المشروع ده فكرة ان هم الناس تعيش جماعة والمرافق تكون مشتركة، وبيسعى عشان يحسن الظروف المعيشية للطبقة العاملة والحد من عدم المساواة الاجتماعية. وكمان في بيت اسمه دوم انو هاوس، وده اتصمم سنة 1915، كان عبارة عن نموذج اولي البيت يقدر ان اي حد يكرره بسهولة، بيعتمد على التأثير الماركسي في المشروع وبيركز على الانتاج الضخم مع وجود طبعا الطابع الديمقراطي على الاسكان عشان يتماشى مع المبادئ الماركسية، عشان يخلوا المساحات المعيشية الجديدة كلها في متناول الطبقة العاملة. كانت يا صديقي الهندسة المعمارية للور كوربوزي يعني بتعتمد على الاعتقاد بان التصميم والتخطيط لازم يحل القضايا الاجتماعية ويحسن من رفاهية وجودة حياة الإنسان. لوكوربوزي صديقي كان بيشوف ان العمارة هي أداة للإصلاح الاجتماعي بتتماشى مع حد كبير مع الفكر الماركسي، وبتعكس أعمال لوكوربوزي انخراطه الكبير في القضايا الاجتماعية اللي كانت موجودة في عصره، واللي كانت بتركز على تحسين الظروف المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية بجانب طبعا استخدام التكنولوجيا الحديثة. لو جينا نشوف يا صديقي كل المعماريين والحركات اللي اتكلمنا عنها دي، هنلاقي ان هي ما اظهرتش انتمائها بصراحة للماركسية، لكن تأثير الفكر الماركسي كان واضح في التزامه المشترك بالعدالة الاجتماعية والوظائف وتكامل الفن والصناعة، واللي بيعكس عملهم بشكل جماعي رؤية للهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، واللي بتدي الأولوية لاحتياجات الطبقة المتوسطة والفقيرة، وان نسبتهم بتكون كبيرة عن الطبقة الغنية، واللي طبعا بتهدف لإضافة الطابع الديمقراطي على التصميم، وبتسعى لخلق بيئة مبنية لها أهمية عملية وثقافية من خلال تصميماتهم المبتكرة ومساهمتهم النظرية، وإن هم يبنوا مساحات عادلة وفعالة بتعكس الهوية الاجتماعية والتاريخية المشتركة. وده بقى بياخدنا لسؤال الحلقة، يا ترى في رأيكم هل احنا دلوقتي في حاجة للفكر الماركسي في تصميم مباني ومجتمعات العمرانية اللي بتتبني دلوقتي ولا لأ؟ هتابع كل إجاباتكم في التعليقات، وما تنسوش تبصوا على المصادر، ولو عجبتكم الحلقة وعايزين تعرفوا أكتر عن ذكية العمارة ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب لو احنا على اليوتيوب، وفولو لو كنا على فيسبوك أو انستجرام. سلام.